إذا نعود لمتابعة حديثنا مع دكتور محمد سلهب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي بانتظار أنه ينضم لنا معالي الوزير نائب الأستاذ إلي ماروني. قبل البريك سألتك عن تشديد حزب الله على تمسكه بمسألة صلاحيات رئاسة الجمهورية وأنه العماد عون وحده وصوله يعيد هذه الصلاحيات، هل تقرأ بهذا الموقف إشارة غير مباشرة لمؤتمر تأسيسي للبنان؟ يتفضلوا يعطونا البرنامج اللي بدهم يقدموه، ما في مشكلة، نحن عايشين بديمقراطية. نعم. يشتغلوا ونحن عايشين وفي عندنا دستور، يتفضلوا أي مشروع بدهم يقدموه يقدموا، بس يقدموا. يعني مش على باقي الفرقاء، نحن بنقول بالتجمع الدستوري الديمقراطي يا جماعة طبقوا الدستور اللي عندنا إياه. يعني كملوا تطبيق دستورنا، في عندنا كثير أمور ناقصة بدستورنا. يعني مثلا مجلس الشيوخ مثلا معنا مثلا في كتير شغلات اجتماعية حتى وهيدي أساسية بالنسبة لنا مثل الماء المتوازن مثل اللامركزية الإدارية. نعم. كل هالأمور منها مطبقة بدستورنا. قبل ما غير دستور خلينا نخلص تطبيق الدستور اللي رح نرجع للشق الاجتماعي والاقتصادي تحديدا واللي قيل امبارح انه هو أبرز ما جمع بين الرئيس الحريري والوزير فرنجية عندما التقوا. لكن معنا حتى ما نطره كتير استاذ إلي ماروني. صباح الخير معالي الوزير. صباح الخير معالي الوزير. صباح النور إليك ولضيفك ولكل المشاهدين. قبل ما اسالك قراءتك لقصه الحوار النيابي او الثنائي، بدي اعرف مدى دقه معلومه رئيسيه الديار اليوم بخصوص موقف نواب حزب الكتائب. بتقول الديار انه العماد عون عد الاصوات داخل مجلس النواب وقال انه بيقدر يأمن 65 نائب بأيدوه من بينهم 4 أصوات من حزب الكتائب اللبنانية. بقدر أكد لك وعلى كامل مسؤوليتي انه هذه المعلومات مش صحيحة، وحزب الكتائب لم يبحث بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد حتى الساعة حتى يأخذ فيه اي قرار، وبالتالي عندنا موقفنا ونفس الموقف يلي أعلناه من ترشيح النائب سليمان فرنجية بعتقد بينطبقوا أكثر على العماد عون. يعني هو بده يقرب على المسافة يلي بتخلينا ربما وبستبعد ربما أنه يشكل قناعة سياسية بالنسبة لخطنا يلي نحن منتهجينه. المبرر يلي قد يدفع الدكتور جعجع لي ترشيحه ما بيقنعكم؟ انه عنده حيثية. انا شخصيا هلا بقدر اقول لك بعيدا عن موقف الحزب يلي بعد عنا اجتماع بعد الظهر وبنجتمعه، لا الحقيقه ما بيقنعني هذا المبرر، لانه انا بعتبر بالسياسي العماد عون والنائب الفرنجية هني من نفس المعجن السياسي، فبالتالي ما بعرف وقت اللي بدي ارفض نفس المعجن يعني برفض القريب من سوريا وبقبل مشرعن حزب الله. هذا شيء يعني لانه اذا بنظر دكتور جعجع بده يصير كان لازم يصير من سنتين وبلا ما نوقع بالفراغ وبلا ما يصير كل اللي صار من مآسي اقتصاديه واجتماعيه بحق لبنان وكل اللبنانيين. فبالتالي في مسؤول عن كل يلي صار اذا كنا بدنا نرجع لنقطه الصفر. وبالتالي وين الخط السياسي يلي نحن نضلنا فيه وأمننا فيه واشتغلنا كرماله؟ شو بدنا نقول للجمهور يلي صارنا سنوات بنقول له انه هذا الخط مش الخط السياسي الصحيح يلي بيأمن سيادة واستقلال لبنان؟ اليوم بدنا نرشحه لهذا الشيء اللي بعد ما عرفته واللي اكيد ما بقتنع فيه ولن اقتنع فيه. نعم، ولكن ألم يقنعك كمان كلام الرئيس سليمان انه عندما يقسم الرئيس على الدستور يرتفع فوق كل المواقف الضيقه اللبنانيه، يعني بصير عنده مسؤوليه وطنيه، يعني بمعنى اخر قد يختلف تموقعه بعد ما يصير رئيس للجمهوريه؟ يعني لما يصير رئيس جمهوريه، نحن بعدنا بمرحله ما في فراغ وما صار حدا رئيس جمهوريه، وبالنسبه لي عندنا مرشح هو الرئيس امين الجميل. هل صحيح انه الشيخ سامي الجميل سيزور قريبا السعوديه للقاء القيادات السعوديه مثل ما ذكرت جريده؟ كل الاحتمالات وردي، واللقاء مع القيادات السعوديه هو دائم ومتواصل. ومع الرئيس الحريري؟
اكيد مع الرئيس الحريري هو الحليف الدائم ونحن وياه على تواصل مستمر. الحوار النيابي اللي راح يصير هو حلقه جديده بسلسله حلقات ام قد يؤسس لواقع جديد؟ يعني نحن بتفصلنا كم ساعه عن بدء الحوار اليوم، ومثل ما بتعرفي انا بشارك بوفد حزب الكتايب مع رئيس الحزب الشيخ سامي جميل، وبالتالي اليوم الجلسه رح تروح كلها باتجاه تسهيل انعقاد جلسه مجلس الوزراء نهار الخميس، لانه الجلسه الماضيه كان واضح الرئيس بري لما قال انه كل شيء بينحكى بموضوع الرئاسه حكيناه، صارت القصه خارج طاوله الحوار، ما بقى قادرين نعمل شيء على طاوله الحوار فيما يتعلق بموضوع رئاسه الجمهوريه. وبموضوع جلسة الخميس، هل فينا نعول على تفعيل عمل الحكومة مع مطلع هذا العام انطلاقا من هذه الجلسة؟ هذا واجب وضروري، لأنه المواطن عم بيئن والمواطن بحاجة إلى كثير من الخدمات. حياة اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية متوقفة، لأنه في مئات البنود على جدول أعمال مجلس الوزراء متوقفة منذ بدء التعطيل الحكومي. لذلك اليوم الضمير والاخلاق والشرائع والقانون كلها بتقول ما دام الفراغ بعده قائم ولولا نهار واحد علينا تفعيل الحكومه لانقاذ ما يمكن انقاذه من الوضع الاقتصادي بالبلد. شو قصه ملف النفايات معالي الوزير الذي كما قالت اليوم الصحف ومنها جريده الانوار يبدو انه معرقل؟ هذا اذا ما كان في عوده للنقطه الصفر. يعني مثل ما بتعرفي بجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كان في رفض من وزراء عديدين ومنهم وزراء الكتائب لملف النفايات الغامض. نعم. وبالتالي معيب جدا بوقت قادرين نلاقي حلول على الصعيد الداخلي لهذا الملف نرحل النفايات بأسعار وكلفة عالية على كل اللبنانيين، لأنه كل الدراسات تشير أنه يتجاوز ال 230 و240 دولار الطن الواحد عمليه ترحيله، واليوم في كثير من الدول الاوروبيه العريقه والحضريه واللي بتحافظ على بيئتها قدرت تخلق محارق بنصف المدن وبين السكن دون ان تلوث البيئه، فبالتالي ما بعرف ليش بدنا ندفع مصرياتنا للرحل الزباله، ما بندفع لاقامه معامل حرق ومطامر صحية بلبنان وبيئية. نعم، ولكن النفايات جاثمة على صدر اللبنانيين إلى 7 أشهر، يعني لبين ما ينجلي هذا السجال هل بده يضل اللبناني يشوف هذه المناظر ويشم هذه الروائح؟ وأكيد عم تسمع تقارير الصحية. بدك تشوفي الحل الغامض للعمل، هل يشمل النفايات المتراكمة في الشوارع؟ لأنه حسب ما فهمنا في شروط لأي نفايات سيتم استيرادها، فبالتالي ما حدا جاب سيرة النفايات المتراكمة بآلاف الأصنام بالشوارع يلي الهيئة رح تبقى بعد عنا ضيفي طويلة الأمد، وبالتالي مثل ما بدنا ننطر لنعمل مناقصات كرمال عملية الترحيل فينا هالنطرة الصغيرة اللي بدها تحصل تكون لإيجاد حلول داخلية رحمة بجيوب ومصالح كل اللبنانيين. وبعتقد انه اذا الحكومة حزمت امرها وهي لازم تحسم هذا القرار، ما بعتقد حدا بيقدر يوقف وجهها. معيب انه نحن دولي عنا ارضنا مش قادرين نلاقي عيار نثمر فيه النفايات بلبنان. شكرا لك معالي الاستاذ إلي ماروني عضو كتلة حزب الكتائب النيابية، شكرا جزيلا لك. إذن سأعود لموضوع النفايات. بموضوع الشق الاقتصادي امبارح انكتب بالصحف قبل يومين أنه الشأن الاقتصادي كان نقطة تقارب بين الرئيس الحريري والنائب فرنجية، يمكن نقطة تقارب رئيسية بوقت معلوم التباين بالمواضيع الأخرى، وهذا الأمر هو اللي كان سبب الرفض الأساسي عند حزب الله كونه قد لا يوافق على سياسة الرئيس الحريري الاقتصادية. تميل إلى هذا الاعتقاد دكتور سلهب؟ إيه، بس نحن بنرجع بنقول إنه يا ريت المرشحين عنا يقدموا
مشاريع بمقابلته قال الوزير فرنجي انه هو رح يهتم بامور الناس الحياتيه المعيشيه، يعني هون اهتمامه اكثر من المواضيع الخلافيه. بس هذا منه برنامج، هذا يعني هذا عظيم جدا، هيدي عناوين، عناوين كبيره ومهمه. نعم، بس البرنامج بيبقى بشكل يعني هل نحن حنتجه نحو اي نوع من الانماء، اي قطاع بدنا نعطيه اهميه، اي مفروض اي قطاع مفروض انه نتوجه له. انا برايي اليوم هيدي امور اساسيه. نعم. اليوم اي قطاع، يعني مثلا عندنا كثير مشاكل من الناحيه الاقتصاديه، عندنا مساله البترول شو بدنا نعمل فيه، والنفط، النفط والغاز. نعم. عندنا هل بدنا نفعل الصناعه ولا ما بدنا نفعلها، بدنا نعتمد عليها ولا لا، علما انه عندنا كفاءات علمية كتير مهمة اليوم بتقدر تحمل الصناعة اللبنانية فعلا إلى أعلى المقاييس، إن كان بصناعة المعلومات أو بالصناعة العادية. يعني عنا الكفاءات الجامعية اللي حضرتك بتعرفيها واللي كل اللبنانيين بيعرفوها، عنا كفاءات مهمة جدا، وعنا بنفس الوقت رؤوس أموال. طيب شو ناقصنا لحتى فعلا نبني سياسة إنماء وطني بكل معنى الكلمة؟ ليش بعدنا مطيشرين حالنا بين هون وهون؟ لا، فينا نبني سياسة انماء وطني واضحة على اسس معينة، صناعية، زراعية. بالزراعة شو عم نعمل؟ وين الثقة هون؟ عامل الثقة المفقودة. نعم. قديش كيف السبيل لترميمه؟ ما كله تبع بعضه، لكن ليه انا عم بقول انه اليوم اذا الخط الثالث مهم، كثير مهم الخط الثالث، ليه؟ لانه الخط الثالث ما عم ياخذ مواقفه لا الاقتصادية ولا السياسية انطلاقا من انه انا ضد الفريق الثاني، لا. وهذا يعني انزع شيء بالسياسه، انه الواحد ياخذ موقف لانه الثاني اخذ ياخذ، لا. الفريق الثالث شو بيعمل؟ بياخذ موقفه بموضوعيه، يعني بيطلع شو المشكله وعلى اساس. نعم. المشكله بياخذ موقفه. هلا في جلسه لمجلس الوزراء يوم الخميس، مصادر التيار الوطني الحر قالت للسفير اليوم انه موقف التيار لا يزال هو ذاته، وهو يربط حضوره الجلسات بوجود استعداد لمقاربة مسألة التعيينات الأمنية بالمجلس العسكري للجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي وتثبيت آلية اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. يبدو أن الأمر لن يسير مثل ما بده التيار الوطني الحر. طيب شو اللي موقف هلا عمل مجلس الوزراء؟ اللي قالوا التيار الوطني الحر. بس مين موقف عمل مجلس الوزراء؟ لانه في فريق من الوزراء وزراء التغيير والاصلاح، يعني طيب انه يعني في فريق من الوزراء، هذا مهم، بس الباقي مهم كمان. والاهم من هيك انه يكون في مجلس وزراء هو مركز قرار. هون النقطة الأساسية. اليوم نحن بلبنان ما عندنا مركز قرار، نحن في عندنا ازدواجية بالسلطة اليوم، خلينا نرجع نقولها، في ازدواجية بالسلطة اليوم بلبنان، يعني القرار بالحقيقة منه بالموقع اللي مفروض عم يؤخذ محل منه بالموقع اللي مفروض يؤخذ فيه، أو بالأحرى المواقع القرار اللي هي مفروض تاخذ القرار ما عم تقدر تاخذ القرار. العماد عون ما بده حلحلة أمور الناس؟ طيب إذا بده حلحلة أمور الناس يمشيها، يعني ما بدها، يعني بده أهلا وسهلا عظيم. تمسكه بتحقيق هذه الأمور منه محق؟ كله محق، اي شيء بيحرك عجله الدوله محق، بس ما نعطل شيء على حساب شيء. هل عم يستهدف صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بهذا الامر؟ او عم بايد صلاحيات رئيس، يقيد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء؟ انا برايي في برايي الالي، يعني حتى مش انا اللي عم بقول، حتى رئيس اسلام عم بيقول انه في شيء منه ظابط بالتركيبه الحاليه بمجلس الوزراء. لما المجلس الوزراء اخذ على عاتقه صلاحيات رئيس الجمهوريه صار في خربطه بالتوزيع الصلاحيات، لانه ما كان معلوم انه هالقد بدها تطول فتره الشغور الرئاسي. طيب يعني كان مش المشرع يمكن ما حسب، يعني حضرتك عم تقولي لي في خربطه، بس كانوا مفكرين انه هالخربطه حد الوقت اقل، بس في انه المشرع لم يحسب حساب 596 نهار. هيك معك حق. والمشرع بيقول، ما المشرع ما كان بعتقد منتظر انه النواب ما تنزل على مجلس النواب لحتى ما تنتخب رئيس جمهوريه كمان. هيدي من الامور اللي المشرع ما كان، هيدي التاريخ عم يعيد نفسه فيها، اليس كذلك؟ هيدي بس مش قبل 90، مش قبل الطائف. قبل الطائف ما كان مر علينا مرحله شغور الرئاسه بال 88 صار، وكان صحيح. العماد عون موجود. ايه، بس يومتها تمت العماد عون هو دغري تم تعيينه كرئيس حكومه انتقاليه، يعني ما يعني الشغور لا يقبل فيه، عرفت علي؟ هلا رئيس الجمهوريه
هلا اللي عم بيمارسوا صلاحيته هو مجلس وزراء مجتمعا، بس هون في نقطه انه نحن بدنا رئيس جمهوريه واحد، بدنا شخص رئيس جمهوريه. هلا عندنا 24 شخص رئيس جمهوريه، هيدي بتضعف صلاحيه رئيس الجمهوريه. هل هالواقع هو يمكن بشجع على ابقاء الشغور انه كل وزير صار بمثابه رئيس؟ في شيء بعتقد هلا بعتقد بيناسب بعض الاطراف حاليا بلبنان هالوضع، بيناسب بعض انه كل وزير يكون رئيس. بيناسب بعض، لا لانه نحن بعدنا بلعبه ازدواجيه السلطه، بمعنى انه القرار منه موجود محل المفروض يكون موجود. طيب لنختم هذا الملف، حزب الله يناسبه اليوم بظل دوره الاقليمي وجود رئيس ايا يكن؟ انا شخصيا بعتقد لا. العماد عون الا يامن؟ لا بتصور حسابات العماد عون تختلف عن حسابات حزب الله بهالنقطة. اذا كما يقول الحزب جربونا، منه صادق بهالمقولة؟ مين حزب الله بيقول جربونا انه انتخبوا مشوا بالعماد عون وشوفوا اذا بننتخب ولا لا. ليش لا؟ جربوا هيدي يشرفوا ينزلوا على مجلس النواب، يشرفوا ينزلوا على مجلس النواب على جلسة انتخاب ويضلوا بهالجلسة الانتخاب، يعني مش قرعة وحدة او دورة وحدة لا يطلع رئيس جمهور. بعد الفاصل النفايات، موقف الوزير جبران باسيل وحصار مضايا. حدث ونعود.